أعلنت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز عن تصدير 3 خيول عربية جديدة للاتحاد الأوروبي، وذلك من مطار القاهرة إلى ألمانيا عبر مطار فرانكفورت. وأوضحت أن إجمالية صادرات مصر من الخيول المصرية العربية وغير العربية لجميع الأغراض وصلت إلى 47 حصاناً، منها 35 من الخيول العربية تم تصديرها للاتحاد الأوروبي و9 للعراق الشقيق. وأكدت أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا تحول مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة.